أنا قضيت كل عمري هون، يعني ما ببالغ إذا بقول لك إنه بعرف كل شاردة وواردة بهالمحل، كأنه بيتي. غريب كيف صرت تقول عن هون بيتي وبيروت. ما عاد نزلت على بيروت؟ بلا، بنزل طلعت روحة رجعة يعني، بس صارت حياتي هون. حياة هون مريحة، أمان، كل شيء بتطلبيه بتلاقيه هون. الشغل بيعطيكي هم وروح بتطول العمر، مش مثل القعدة بالبيت وطق الحنك والفانتازات. يعني هاي اللي بتعطيك قوتك؟ هلا شوفي، أنا بالستين بس بعدني بشيله وبحمل بهالإيد مثل الشبل. فرجيني. مش معقول. شو اللي مش معقول؟ بذكروني بإيدين فريد. شو بك؟ لا ماشي، بس ما بتتضايق وقت اللي بتحكي عنه؟ لا ليه بدي اتضايق؟ لا انه افتكرت انك بتتضايق يعني. انت اتضايقت؟ انا؟ ليه؟ لا انا ليه بدي اتضايق؟ ما بعرف، حسيتك اتضايقت. انا بحب ايدين رجال.